السلام عليكم. ونحن نعيش هذا الوباء الجائحة، أقدم هذه اللوحة الفنية التي أسميتها الأيادي البيضاء كهدية للأطقم الطبية التي تغامر بحياتها للتصدي لهذا الوباء الخطير. التزامنا كطبقه مناضله بالحفاظ على سلامه وامن ابناء الوطن. اخواتي اخواني، كورونا المحفونا هل جبتك من صابونه؟ كورونا المحفونا هل جبتك من صابونه؟ ان الخرق السافر الذي يمارسه كوفيد 19 على
الوطني الغالي والنفيس لاستعادة كافة حقوقنا المسلوبة. بركة من الفهمة جلس في الدار ديال كمامة، بركة من الفهمة جلس في الدار ديال كمامة. ولأجل ذلك نطالب بما يلي: مزيد من الوحدة والتضامن للتصدي لإجرام كوفيد-19 الذي يحاول يائسا الاستقرار، التحلي بالأخلاق والشيم الإنسانية النبيلة كواحدة من خصال شعبنا المغربي، العودة اللا مشروطة كل لمهمته فور القضاء على هذه الجائحة، الاحترام التام للطفل والعناية به، ورفع قبعة الاحترام والتقدير للمرأة المغربية التي استعادت سيادتها على البيت المغربي. توجيه رسالة شكر إلى الأطقم الطبية المرابطة والدرب الملكي ورجال الأمن والسلطات المحلية المجاهدة، وكذلك الأطر التربوية المناضلة، ولا ننسى عمال النظافة الذين أبلوا البلاء الأحسن، وكذلك الجمعيات المغربية النشيطة. رفع القبعة عاليا لملك البلاد الذي جعل من سلامة شعبه أولوية الأولويات وقدم النموذج لباقي دول العالم. أيتها العاملات، أيها العمال، تحية نضالية، ولنا لقاء معكم في محطات أخرى. إلى ذلك الحين نتمنى لكم عيدا سعيدا ورمضان مبارك. طلبوا طلبوا السلامة جلس في الدار ديال كمامة، طلبوا طلبوا السلامة جلس في الدار ديال كمامة.